إخواني الأعزاء، أهلا وسهلا بكم على ممشى الخشب في ستاتن آيلاند لهذا اليوم 22/1/2013، حيث جئنا لاستلام هدية من هوم ديبورت، والهدية 250 دولار. يا بيوتيفول، يو نو ذا فيرست تايم اي كم هير. يا اند اي هاف تو Yeah, to take pictures and videos. بعد وصولي من حوارة نابلس، وواجهتنا العاصفة، عاصفة ساندي، وكل هذه السيارات اللي تشاهدوها هي للمتضررين من إعصار ساندي، وجاءوا اليوم لاستلام هدية هوم ديبو 250 دولار لكل صاحب بيت متضرر أو تضرر. والاجتماع كان والتسليم في مطعم فاندربيلت على ممشى الخشب. استغليت هذه الفرصة لأسجلكم هذا الفيلم، حيث لا يزال البلاج مغلق وممنوع الوصول إليه. اليوم الثلاثاء الساعة 10 صباحا، درجة الحرارة 20 فهرنهايت، يعني تحت الصفر بأصفار. No good, huh? Gorgeous, gorgeous. You know, the sun. Sunny day. ما شاء الله رب العالمين. وها أنا بدي أصور حالي من وراء الكزاز. فيش حدا يصورني؟ No. تعرفوا ليش لابس هيك؟ من برد اليوم. اليوم درجة الحرارة 20، ولكن تشعر بأنها 5 فهرنهايت. هذا هو المحيط الأطلسي إلا جبلنا الدور، ومن هنا جاءت العاصفة ساندي. لا بارك الله فيها ولا ورينا إياها مرة أخرى. أستودعكم الله لأن مناخيري وأذني كتين. باي باي.